مصر وأبطالها يواصلون تحقيق الإنجازات في مختلف البطولات تنظيمياً ورياضية بعد استضافة العديد من المسابقات وتصدر اللاعبين المصريين لمنصات التتويج. أبطال مصر في الرماية حققوا الصدارة في البطولة العربية بحصد 23 ميدالية في مختلف المنافسات بواقع 12 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضة وست ميداليات برونزية. وجاء في المركز الثاني منتخب الإمارات بعدد 14 ميدالية بواقع ثلاث ذهبيات وسبع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية، فيما حل منتخب تونس بالمركز الثالث بجدول الترتيب بأربع ميداليات منهم ثلاث ذهبيات وميدالية واحدة برونزية. وفي المركز الرابع جاء منتخب السعودية بخمس ميداليات مقسمة إلى ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية. منتخب مصر للرماية حقق الصدارة عن جدارة بفضل الإعداد الجيد للاعبين وإصرارهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز بألقاب مختلف البطولات التي يشاركون فيها. لم يتوقف طموح اتحاد الرماية برئاسة اللواء حازم حسني عند هذا الحد، فقد أكد أن مصر لديها العديد من المواهب الواعدة في رياضة الرماية يتم إعدادهم ورعايتهم بالشكل المطلوب بهدف تحقيق مزيد من البطولات، إلى جانب متابعة إعداد اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لتقديم أفضل أداء والمنافسة على الميداليات ورفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل العالمي.